ما في أي مراقبين، ما في أي كاميرات، وحتى العمالة ما تنظر للزبون. قلت إن خلينا نجرب هذه الفكرة، هل فعلا نقدر نثق في الناس؟ الناس سبحان الله أثبتت ثقتهم وأثبتت إن هم عند الثقة. اللي ما يملك قيمة الخبز فالخبز مجاني. نحن الآن تقريبا سنة ونص حتى في الميزانية حقت هذه السنة، الحمد لله تحسنت عن السنة اللي قبلها تقريبا 50% أفضل من السنة اللي قبلها.